بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ولسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وفي كمان فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، وقد تصل لحد سيول على سانت كاترين، وفي أمطار خفيفة ورعدية على حلايب وشلاتين. كمان في هتظهر سحب منخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وده اللي هيساعد على تلطيف الأجواء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس وأكتر الظواهر الجوية اللي احنا ممكن نتعرض لها النهاردة. طبعا الحمد لله احنا طبعا مستمرين في التحسن في الاحوال الجويه والاجواء الصيفيه المعتاده، يمكن كمان درجات الحراره تعتبر اقل من المعتاد لمثل هذا الوقت من العام. ما زلنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من على البحر المتوسط مرورا طبعا جنوب اوروبا والبحر المتوسط. الكتل دي معتدله ومنخفضه في درجات حرارتها بالشكل الكبير، كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيساعد بشكل كبير على انخفاض درجات الحراره وتوزيع الرطوبه في عمود الهواء ككل، فبالتالي بشوف معاه السحب المنخفضه والمتوسطه فتره الصباح الباكر اللي بتساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء فتره الصباح الباكر. فالاجواء فتره النهار وتحديدا فتره الظهيره هنحس بيها ان هي اجواء حاره رطبه على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه للبلاد، ودي المحافظات المطله على البحر المتوسط. اجواء شديده الحراره على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار. فترات الليل فور غياب اشعه الشمس تبدا درجات الحراره تنخفض، نحس بيها اكثر فترات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. اجواء فتره الليل هي اجواء معتدله تماما في معظم محافظات الجمهوريه، لان كمان مع فترات المساء وساعات الليل بيكون في نشاط للرياح. نشاط الرياح ده سرعات ما بين 30 35 كيلومتر على الساعه، بيقلل بشكل كبير احساسنا بنسب الرطوبه الموجوده في الجو، فبالتالي بيساعد ان احنا نحس بنسمات الهواء اللطيفه فترات الليل. بالنسبه للظواهر الجويه المتوقعه، طبعا متوقع استمرار فرص سقوط الامطار على بعض المناطق من جنوب سيناء، وهي امطار ما بين الخفيفه ممكن تكون متوسطه احيانا ورعديه على مناطق من جنوب سيناء زي سانت كاترين ودهب وطابه، وطبعا نتيجه الطبيعه الجبليه والجغرافيه الموجوده في جنوب سيناء وتحديدا عند مرتفعات سانت كاترين، ونتيجة طبعا استمرارية سقوط الأمطار ده ممكن يؤدي لتشكل بعض السيول عند مرتفعات سانت كاترين. طيب ده ممكن يأثر على الأعمال اليومية للناس هناك؟ هو إن شاء الله ما يأثرش تماما على أعمال الأنشطة اليومية، لأنها بتبقى السيول أو الأمطار لما بتسقط بتمر في محرات السيول بشكل كبير، فما بتأثرش على أعمال الأنشطة اليومية. الأمطار كمان هتمتد لبعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر زي حلايب، شلاتين، مرسى علم، راس بناف، المناطق الموجودة في جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر. بالاضافه كمان نشاط رياح هيكون موجود على خليج السويس، وده بدوره هيؤدي لاضطراب حركه الملاحه البحريه على خليج السويس تحديدا، وسرعات رياح هتوصل ل 60 كيلومتر على الساعه، فده هيؤدي لارتفاع امواج بتوصل ل 3 متر، وخليج السويس غير مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن طبعا البحر الاحمر والبحر المتوسط مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. ارتفاع الامواج لا يتجاوز ال 2 متر، نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير. وما زالت معانا الشبوره المائيه بتظهر فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني نقدر نقول الساعه 7 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى والرؤيه بالظبط والرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. يمكن الحمد لله معظم الظواهر الجويه الموجوده معانا مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، نقدر نستمتع بالأجواء لأن بالفعل الأجواء دي صيفية أقل من اللي احنا متعودين عليه دايما في فصل الصيف. العوامل الجوية اللي بتقلل إحساسنا بنسب الرطوبة تخلينا نستمتع بالأجواء بشكل كبير، واللي متوقع كمان يستمر معانا حتى منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله. أكتر الأماكن اللي ممكن الناس تخرج فيها وتحس إنه الأحوال الجوية هادية، مش الرطوبة فيها عالية، مش درجة الحرارة فيها عالية؟
هو احنا طبعا عندنا معظم المحافظات الشماليه زي السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط وكمان الوجه البحري والقاهره الكبرى، المناطق دي درجات حرارتها منخفضه بالشكل الكبير. يعني احنا السواحل الشماليه بنسجل درجات حراره 30 و31 درجه مئويه فتره النهار، في نشاط رياح يقلل احساسنا بنسب الرطوبه، وكمان نسيم البحر بيبقى موجود فتره النهار يقلل احساسنا بنسب الرطوبه. والمناطق اللي موجوده طبعا في القاهره الكبرى في مناطق كثيره جدا فترات الليل بتبقى اجواءها لطيفه جدا، نقدر نستمتع بالاجواء، هي بس فقط ان احنا لو هنستمتع بالاجواء فترات النهار نخلي بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، ان فتره الظهيره تحديدا شده الاشعه الشمس بتكون عاليه، فلو احنا خرجنا في الوقت بتاع فتره الظهيره يكون معانا غطاء للراس شمسيه. طيب بما ان في من الظواهر الجويه اللي احنا بنتعرض لها النهارده الرياح، هل هي محمله برمال واتربه ممكن تاثر على مرضى الحساسيه مثلا؟ لا، هي الحمد لله معظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، يعني مش كتل هوائية صحراوية ما فيهاش أي أتربة ولا أي رمال مصارة، هي بتساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء، إن احنا نحس بنسب رطوبة أقل، فبالتالي بنحس بانخفاض درجات الحرارة وخاصة فترات الليل. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 33 والصغرى 25، العاصمة الإدارية 33-25، اسكندرية 31-23، العالمين الجديدة 31-23، مطروح 30-24، دمياط 31-24، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 34-23، السويس العظمى فيها 33 والصغرى 24، العريش 32-24، كاترين 32-18، طابة 37-25، حلايب 34-28، وشلاتين 40-30، شرم الشيخ 41-29، الغردقة 38-28، الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 24، بني سويف 35-24، الوادي الجديد 40-24، وأسيوط 35-23، سوهاج 37-25، وقنا 42-26، الأقصر 41-26، وأخيرا أسوان العظمى فيها 43 والصغرى 28. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنرجع لباسانت ومصطفى نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا.